خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس، وكمان تاخدنا في جولة مرورية في شوارع القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الخير يا هالة. شاذلي وبسنت، صباح الفل والسعادة عليكم يا رب إن شاء الله، وصباح الفل والخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا. يعني النهاردة بالنسبة للجو، جو حر قوي النهاردة جدا خير بس هنبدا الاول جوله مروريه مع حضراتكم، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي، ونبدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، وشوارع تانية هنلاقي ان في سيوله مروريه. على طريق الكورنيش هنلاقي ان في كثافه مروريه من منطقه المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المروريه البسيطه. نروح كوبري اكتوبر هنلاقي ان هناك في كثافات مروريه متحركه وبتفضل مستمره لحد العباسيه. هنفضل ماشيين لحد غمره في اتجاه العباسيه هنلاقي في سيوله مروريه. لو رحنا لمحور الناصر هنلاقي في كثافات مروريه وصولا للمنصه، كمان ظهرت بعض الكثافات المتوسطه في الاتجاه الاخر الى وسط المدينه. شارع بورسعيد بيشهد من نزله كوبري اكتوبر حتى منطقه الزاويه الحمراء بعض الكثافات. نروح محافظة الجيزة وهنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كمان بدأت تكون في كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري اللي فيه سيولة مرورية نسبية المتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية، ميدان الدقي، وكمان بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق ومبابة. بالنسبة لمحور صفت فبيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح مع بعض محافظة القليوبية، لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحرة علشان مفيهوش أي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. بالنسبة للي جاي من الزراعي هيلاقي بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات طبعا لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق ولمنع ظهور أي زحام مروري. تعالوا نكمل جولتنا المرورية دلوقتي في محافظة بورسعيد، هنلاقي إن في سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية قليلة تبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في كمان نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، أعلى درجة حرارة هتكون في قنا وهي 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكتر عن حالة الطقس بس بعد شوية.